السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتعلم النهاردة ازاي نعبي كارتج ال 232 او ال 320 بالنسبة للطبعات الصغيرة الريكو الالوان، ولو الرسالة دي طلعت لي ازاي اعملها. اول حاجة طبعا بحل الكارتج، بفك الشريحة دي بنفك عادة كده او بكتر، وبشيل البنز بتاعها. بعد ما اطلعها واركب الشريحة، تقلب الكارتش وتحل المسمارين اللي ماسكين الغطا دون عكس الشريحة. يعني انت عندك الجزئين، الجزء اللي فيه الشريحة بفك الشريحة، وتخلي بالك عشان ما تقعش جوه. وبعد ما بتركب الشريحة تقلب الكارتش الجنب التاني وتفك المسمارين بتوعه. بعد ما تفك المسمارين بتفك الوش او الغطا اللي هو ماسك الجنب كله. بعد ما بتفكه بيظهر معاك طبة غطا بلاستيك كده، الغطا دون او الطبة دي بتفكها برضو. هي عملية بسيطة جدا وسهلة ان شاء الله يعني، بس كتير بيشتكي من الكارتج دون في التعبية بتاعته، فاحنا بنعرفك ازاي تعبيه بسهولة وبيسر. انت عندك الفتحة الكبيرة دي لان شلت الطبة بتاعتها دي. ترج الحبر طبعا قبل ما تركبه، ترجه كويس عشان يبقى سايب معاك. وبتعمل ورقة تعبي بيها أو تجيب قمع تعبي بيه، المهم انت تعبي. تفضي الحبر اللي انت هتحطه في المكان الفتحة بتاعته، بعد ما تملاها تكون حريص لان هي مش بتاخد حبر كتير، الكمية اللي فيها ما بتبقاش كتير جدا، يعني تاخد لها حوالي 120 جرام. بعد ما تنتهي من التعبية ودايما ما تقلش عليها في الحبر، تركب بقى الغطا البلاستيك تاني مكانه. لا مش دون، ده بتاع الإزازة، هي غطاها أقل شوية. نركب الغطا بتاعها وبيركب مكانه كويس. تمام. بعد كده نجيب الوش الجانبي وتركبه مكانه، وتخلي بالك دايما وانت بتركبه في سوستة كده بلاستيك بتدخل في اكس اللي قبلها ده عشان العادم. ايوه تمام كده، وهي مش هتركب غلط بس عشان ما تكسرش البنز الابيض دون، تبيتها كويس وتربطها تاني كمان بالمسمارين.
بعد كده تربطها بمسمارين. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعبي الحبر وازاي نغير الشريحة، وهي سهلة وبسيطة. واتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.